السلام عليكم الاخوان، واكي دايرين؟ والله العظيم الا توحشناكم اتوحشناكم، والله العظيم الا ولينا كنشوفوكم عم البعيد عم البعيد كنشوفوكم. كنشوفكم راكبين على السيارات والطوموبيلات، وغادي متعين ليا وغادي نعيش ليا لافي السعيده وبخير وعلى خير. علاش لا مزيان تعيشوا مادام ان كاين الفلوس وكاين الصحه وكاين الحديد، كل شيء كاين. نبغيكم تمتعوا ليا تمتعوا ليا، اللي متع يتمتع، الله يسهل عليه. ما تنساش دير ليا واحد لابوني، ما تنساش تخلي ليا شي كومونتير يكون زوين بحال وجهك. دخلت عليك والله، والتقليد التقليد يبقى عليك الا ما خليتيش ليا شي كومونتير، التقليد يبقى عليك الا ما تفرشتيش في هذه الحلقه من الاول حتى الاخر. والله العظيم الا كنبغيكم، قسما بالله الا كنبغيكم ونموت عليكم. خوتي المغاربه تحياتي لكم جميعا، خوتي الجاليه المغربيه مرحبا بكم، خوتنا الجزائريين حتى حنا كنحبوكم ومرحبا بكم. والله العظيم الا كنحبوكم محبه لا يعلم بها الا الله عز وجل. والاخوان تراني كنشوف الناس راكبه على السيارات والحديد المليح، والله يسهل على اي واحده، والله العظيم الا من القلب ديالي كنقولها، الله يسهل على اي واحد، سواء عنده الطوموبيله ولا عنده الدار ولا عنده الفيلا ولا عنده الفلوس ولا عنده الاولاد ولا عنده اي حاجه، الله يجعل ربي يكمل عليه، يكمل عليه في الخير ويزيدو في داكشي اللي بغى، في داكشي اللي كيتمنى. غير هو واحد القضيه الاخوان، راه هادشي راه بزاف. شنو هو اللي بزاف؟ هادشي دابا ديال الزياده راه بزاف، المازوت راه 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 بزاف الاخوان باش يوصل لهاد الثمن هذا، وبنادم باقي خارج كيتسركل بالسياره ديالته، باقي خارج كيدور، باقي خارج كي ماشي كلشي، باقي خارج بنادم كيهز لك الدرياتو، ينق على هادي ويدير لهادي ويطلع هادي ويحط هادي وينزل هادي، خدام طاكسي بالليل. لا زعما علاش؟ حيت كاين الفلوس، الفلوس مدسره بنادم، الفلوس مخليه بنادم يدير ما بغى. مزيان، الله يسهل اللي تاهو في داكشي اللي بغى الحرام، الله يسهل عليه في الحرام. حنا ما نقولوش ليه لا حبس من الحرام. غير هو ملي كنجي كنلقى واحد الفوضى كبيره في هادشي ديال مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك الانستغرام، وكلشي كيهضر وكلشي كيقول لك راه حنا تقهرنا، راه حنا تهلكنا، راه حنا بزاف علينا هاد الزياده، راه هادشي كثر، راه هادشي ما عمرو كان، علاش هادشي طرا، راه خاص الناس تتكلم. متفق معاك، متفق معاك، غير هو خاصني كاملين. اخي الساقي، بغيت نوجه لك واحد الرساله، اي واحد كركب على طوموبيلته سكت اخويا ديك الطوموبيله وحتى خليها ترتاح، خليها ترتاح. الا كل واحد منا سكت الطوموبيله ديالته وجلس، جلس يخليها ترتاح، صافي ما بقاش كيمشي للستاسيون، ما بقاش صافي ما محركش الطوموبيله. حق مولانا كيطيح المازوت، حق مولانا تيديروا الافلاس. شتي راه هادشي كامل راه في يدنا حنا المغاربه، والله العظيم ما في يد مسؤولي. عاونوا لا اخنوا، واش غادي هبط لكم السعر ديال المازوت؟ والله لا هبطوا، والله لا هبط، وما حدنا خارجين بالسيارات، مازال هادشي غيبقى يرتفع حتى غنترفعوا، فهمتيني؟ علاش؟ حيت كاين الفلوس. الناس ملي كتكون عندها الفلوس ما كتبقاش تفكر في الهم، ما كتفكرش في هادشي، صافي كيقول لك انا مني من الناس. واش غنديروا؟ كيخسر عليك، واش غندير؟ واش غدير سكة الطوموبيله وخليها صافي؟ هني الوقت، هني الوقت، عرفتي نديرو حنا غير يومين ما نخرجوش بالطوموبيله، يومين نديروها حنا راحه، ارتاحوا ارتاحوا صافي. او شوف شحال ديال الفلوس غادي يخسروا دوك الشركات الكبرى، والله العظيم تيديروا الافلاس، قسما بالله تيديروا الافلاس. واحد الحاجه بغيت نوصل لبعض الاعلاميين وبعض الصحافه اللي كانوا كيتكلموا في العهد ديال العثماني وبن كيران، شتكم دوما ما بقيتوش كتكلموا؟ علاش؟ ياك ما خايفين من اخنوس؟ ركيبه لي الوحيد اللي كيتكلم كل ساعه هو انا، كيما كيفاش ياك ما تشريتو ولا شنو؟ ولا داك كيدوروا معاكم ولا ولا كتحسوا الكابا ولا شنو؟ ما فهمتش انا. فينا هما هاد الاعلاميين اللي كيديروا اللي كانوا كيديروا ضجه؟ وهاد اليوتيوبرز اللي كانوا كيتكلموا، شكون دابا ساكتين؟ واش خايفين من اخنوج؟ خايفين منه ياك؟ واقيلا كيبان ليا شراكم، كيبان ليا هاد القضيه فيها الشرا، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش، او كلشي يتزايد فيه وبنادم ساكت،
ما كيدويش. ها ياك ما قضيت عليكم بسرعه. هادشي اللي بان ليا الاخوان، لا شي واحد ما قاد يدوي، لا شي واحد ما قاد يتكلم. زعما بحال الا ما فهمتش انا هذه القضيه دي. كلشي ساكت، كلشي بخير، كنخرج للمدينه والحديد اكثر من بنادم، الحديد اكثر من بنادم. بنادم غادي جاي غادي جاي غادي جاي غادي جاي بخير، الفلوس موجوده، كلشي موجود. اذا المغرب مزور، واقيلا انا اللي ما عنديش فلوس، واقيلا انا اللي سير ندوي، انا اللي مكحر. اما راكم كلكم واقيلا لاباس عليكم. الاخوان غشرحوا لي هادشي شنو هو، غشرحوا لينا شنو هو هادشي، شنو هو الحل، شنو هو الحل. دابا الا ما سكتيش الطوموبيله ديالتك ها وما مشيتيش للستاسيون، قول لي شنو هو الحل. الا ما درتيش هادشي شنو هو الحل. في نظرك انت بغيتك تكتب لي الحل شنو هو، اكتبوا لي في الكومونتير ها. والاخوان والترا قولوا لي الحل شنو هو من الاخر، هضروا معنا الاخوان. خاص بنادم تكون عنده الجرأة ويتكلم معايا، يقول لي شنو هو الحل، شنو هو الحل على هادشي ديال الزياده تاع الاخوان. كلشي ساقل، كلشي ساكت، كلشي كي والقضيه راه فاعله. ملي كنشوفوا كلشي ساكت راه كنقول واقيلا ان اللي ماشي طبيعي سير كندوي. علاش فمي سخون ياك؟ حتى انا مضرور، انا مضرور واخا ما عنديش طوموبيله مضرور. اي حتى انا ملي كنمشي للحانوت كنلقى الزيت زاد فيه، العدس زاد فيه، كلشي زاد فيه. اييه مش غناكل الحجر انا، نمشي نطلب، نمشي نطلب. وبنادم كيشد 60000 ريال اش غيدير ب 60000؟ يخلص منا الكرا، اش غيقري بها ولادو ويتزوج بها، اش غيزبل بها؟ قولوا لي انتم 60000 ريال الدور تخسرها في 3 ايام وترجع في حالاتك. هيا فينا هو الما، فينا هو الضو؟ هاد الايامات الما والضو راه عاطير وقزرة، راه ما كينعس ما وليدي. يا 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 وا سيادنا اللي عنده الفلوس قبل ما يبقى يفكر في هذا المشكل. اصلا الناس اللي عندها الفلوس كاع ما كيتفرجش فيا، بيني وبينكم لا والله ما كيتفرجش فيا اصلا، انا كيتفرجوا فيا على مزاليط اللي بحالي انايا سيرين كنبردوا على قلبنا. ياكلنا الاخوان، ايوا هادشي اللي كاين الاخوان. كنتمنى ان الناس دير واحد المبادره، مبادره راه حنا في يدينا، حنا نسكتوا الطوموبيلات، نخليو الطوموبيلات تستراح. حق مول انا تيهبط هادشي، عشان بالله تيهبط هادشي وما يبقى لا غلا لا والو. ما دمنا حنا اننا كنتسركلو الطوموبيلات، ما دمنا اننا خارجين وكنسافرو وعاجبنا الحال ومرتاحين، راه الدوله راه غدير فينا ما بغات، الحكومه راه دايره فينا ما بغات، الشركات الكبرى راه دايرين فينا ما بغاو، يزيدوا ويزيدوا ويزيدوا ويزيدوا. ايوا ايوا هادشي اللي كاين. المهم الاخوان ما نطولش عليكم، ما تنساوش تبارطاجيو هاد الحلقه هادي ها، حيت الا بارطاجيتوها الاخوان راه بزاف ديال الناس غيسمعوا هاد القضيه ديال الحل، راه ممكن يفكروا ويحط الطوموبيله ديالته. الا غير مثلا 15000 واحد سك الطوموبيله ديالته في المغرب، راه غادي تضروا مجموعه ديال الشركات ديال المازوط وليسانس. المهم الاخوان ما تنساوش انكم تبارطاجيو، ما تنساوش تخليو ليا لي كومونتير والراي ديالكم في هذه الحلقه هذه، وما تنساوش انكم ديروا لينا لايك. المهم تحياتي لكم اينما كنتم، وانا غادي نمشي نشوف واحد لافير محلي دماغ ونعاود نعقب لكم. دوزوا بخير.